مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع. احنا بنعتذر عن التأخير، الدكتور علي الوعري حيكون معنا قريبا، في مشكلة تقنية عنده بس بتعرف عشان موضوع الفي بي ان، فإن شاء الله رب العالمين يدخل سريعا. اليوم حنتكلم في حلقة استثنائية بنبثها لكم عن طريق كنار تي في عن آخر خبر صار في مدينة ووهان، وأصلاً هو مش خبر، هو تجربة عملية قامت بها مدينة ووهان لعمل تيست لجميع من يسكن هذه المدينة. نعم، اللي سمعته صح، لجميع من يسكن هذه المدينة. اللي ما بيعرف مدينة ووهان، مدينة ووهان اللي بدأ فيها كما بنعرف فيروس كوفيد 19، بدأ في هذه المدينة اللي بقطنها أكثر من 10 مليون نسمة، وتعتبر واحدة من أكبر 74 ميجا سيتيز موجودة في العالم. ميجا سيتي معناها مدينة يقطنها أكثر من 10 مليون، هي واحدة من أكبر مدن العالم، من 74 مدينة في العالم. هذه المدينة يمكن ما حدا سمع فيها كتير قبل بداية الكورونا، ولكنها تعتبر قلب في الصين، لأنها تربط الصين شمالها بجنوبها، فتعتبر تقريبا في منتصف الصين. لو شفنا المقطع الطولي، تبعد حوالي ساعتين بالطائرة عن بكين، وتقريبا أو أقل بنفس المسافة عن هونغ كونغ، فهي بالنصف تقريبا المسافة. وكذلك نفس الشيء بالنسبة لشنغهاي، اللي هي تعتبر من أهم المدن الموجودة في الصين. مدينة ووهان فيها نهر يعتبر من أكبر أو أطول أنهار العالم، اللي هو يانز ريفر. هذا ثالث أطول نهر في العالم بعد النيل والأمازون. المدينة بقطنها 10 ل 11 مليون شخص رسميا، ولكن في ناس بسموهم الانترنال ميجرانتس، اللي هم اللي بيجوا من المدن القريبة لمدينة ووهان، فممكن يوصل العدد ل 12-14 مليون. تعتبر هذه المدينة من المدن الحيوية والمدن المهمة جدا، حتى يعتبر أنها الرصاصة الأولى اللي انطلقت للثورة الصينية فيها. معنا الدكتور علي، إن شاء الله يكون جاهز. فمدينة ووهان اللي ما زارها صراحة ما بعرف قديش هاي المدينة جميلة، قديش أهلها طيبين، قديش فيها ناس طيبة. اللي صار إنه ما كانت معروفة قبل، ما كان عليها أدفرتايزنج، ما كان عليها دعاية، لكنها تعتبر مدينة الطلبة، فيها عدد كبير من الجامعات الراقية والعالمية. وكنا سمعنا عن اللاب اللي موجود في ووهان، واللي كل كان متوقع إنه في كانت شكوك حول إنه سبب الفيروس طلع منه، لكن في الحقيقة هذا اللاب من أرقى اللابات اللي موجودة في العالم. اليوم حنستضيف الدكتور علي الوعري. أهلا وسهلا فيك دكتور، إن شاء الله يكون سامعنا. دكتور سامعنا؟ أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بكم. اللي ما بيعرف الدكتور علي الوعري معناها ما حضر تلفزيونات عربية. دكتور علي الوعري كان تقريبا سفير لجميع القنوات العربية في مدينة ووهان، كان ينقل لنا الأخبار أولا بأول من مدينة ووهان. دكتور علي الوعري أخصائي جراحة أمراض صدرية وأمراض رئة، هو يعمل الآن مديرا في أحد أكبر شركات الأدوية والأبحاث الموجودة في الصين، تعتبر من الشركات الكبرى في العالم حتى. حيحكي لنا عن تجربته في هذا الموضوع، حنسأله بعض الأسئلة. وأنا بحكي أنه الدكتور علي هو أخ وصديق وزميل، وأتشرف بأن تعرفت عليه خلال دراستنا مع بعض في مدينة ووهان. أهلا وسهلا فيك دكتور علي. شكرا، شكرا لك دكتور جمال، شكرا لك، الله يسلمك. دكتور، اللي قامت في مدينة ووهان في آخر فترة هي تجربة ليست بالبسيطة. قررت أنها تعمل فحص لجميع سكان المدينة في فترة
أنا بعتبرها خيالية. خلال كان المقرر 10 أيام بس زادت، حنسألك عن هذا الموضوع. احكي لنا شوي عن هاي التجربة. أولا الكل بيعرف إنه بداية فيروس كورونا المستجد كان بداية بؤرته كانت في مدينة ووهان، والصين صراحة حاربت هذا الوباء بوضع تجربة مدروسة، وكما تشاهدون يعني ما في داعي أن أقول إنها نجحت، هي في الميدان نتائجها تعطي للعالم مؤشر بأنها ناجحة 100%. بعد تخفيف الحصار بتاريخ 8 إبريل الماضي بسبب تسجيلنا حالات صفر على مدار 14 يوم بدأ تخفيف الإجراءات، ولكن بغياب الدواء واللقاح. أتوقع في مشاكل تقنية، إن شاء الله يرجع لنا الدكتور بأسرع وقت. معلش اعذرونا، هو المشكلة إنه في الكونكشن، لأنه هذه المواقع اللي بيستخدمها أحيانا بيكون فيها مشاكل في دول كثير، فبضطروا يدخلوا عن طريق برامج، فاعذرونا مرة ثانية. إن شاء الله الدكتور حيكون معنا، حكملكم عن موضوع المدينة. المدينة تعتبر من المدن المهمة زي ما حكينا. هاي المدينة زي ما حكى الدكتور، الكل بيعرف إنها هي كانت بداية انتشار هذا الفيروس في العالم حسب المعلومات اللي موجودة، وهي البؤرة الأولى يعني اللي زادت فيها عدد الأمراض المرضى. اللي صار إنه هذه المدينة حجرت نفسها نهائيا، ممنوع حدا يطلع، ممنوع حدا يدخل، وفي حلقة كاملة عملناها مع الدكتور علي الوعري عن هذه التجربة اللي قاموا فيها لمدة تزيد عن شهرين، حوالي 2 شهر و10 أيام نهائيا. المدينة رجعت فتحت أبوابها وبدأت تعود للحياة الطبيعية في بداية شهر أبريل، وفعلا في فترة 18 يوم او 14 يوم زي ما حكى الدكتور لم تسجل اي حاله نهائيا من الـ 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 الفيروس، بعدين رجعت تسجل حالات بسيطه. فهذا كان ناقوس او جرس انذار لاهل المدينه وللقائمين على السياسه الداخليه في المدينه، فقرروا انه يعملوا تجربه قد تكون الاولى في العالم والاكبر في العالم، انه يعملوا فحص لجميع سكان المدينه. يا جماعه بحكي لكم عن فحص ل 10 مليون شخص، ل 10 مليون شخص. عشان اوسط لكم الموضوع، طبعا قرروا انه يسووها خلال 10 ايام، لكن للاسف كان في شويه تاخير في موضوع التستنج، فاخذت منهم 19 يوم. هحكي لكم ليش سبب التأخير، أو الدكتور حيحكي عن الموضوع. عشان أقرب لكم الموضوع، الولايات المتحدة الأمريكية في شهر مايو كاملا ب 30 يوم في مايو عملت فحص ل 270 ألف شخص في كل مايو. الصين أو مدينة ووهان ب 19 يوم عملت ل 10 مليون شخص. فشايفين الفرق من 270 في أمريكا بشهر كامل إلى 10 مليون. أهلا وسهلا دكتور، معلش. أهلا بك، معلش أنا عندي الإرسال ضعيف هنا، أسمعك ب يعني ليس بوضوح بشكل جيد. هل تسمعني دكتور؟ إحنا سامعينك ممتاز، تفضل. نعم، فتم الآن بسبب ظهور حاملي لهذا الفيروس ولم تظهر عليهم أعراض، فكان هناك الخوف من السكان ما زال موجود، فقررت الحكومة بأن تقوم بعمل مسح كامل لجميع سكان مدينة ووهان الذي يقدر ب 9 مليون إلى 10 مليون نسمة، ووضعت خطة لهذا العمل وفترة زمنية محددة خلال 10 أيام أن يتم الفحص هذا بالكامل. أنت تقول تفحص 10 مليون نسمة في خلال 10 أيام، أي يعني كل يوم سوف تفحص يعني مليون نسمة تقريبا، وهذا العمل عمل جبار ويحتاج إلى خطة مدروسة وكوادر، وأيضا يحتاج إلى مبلغ كبير من المال.
في الحقيقة تم الفحص وتم تخصيص الكوادر الطبية التجمعات السكنية في تسجيل جميع السكان ومواعيد محددة لكل بناء سكني أو كل مجموعة من الناس. تم الفحص جميع السكان ليس واحد واحد في أنبوب مختبر، ولكن كل 5 أشخاص شاركوا في أنبوب واحد معين، وهذا لسببين. السبب الأول أنه سرعة راح يكون، ثاني شيء المدلول على الفحص هذا. طبعا الصين لما حطت الخطة هذه خلال 10 أيام طلبت مساعدات من المدن والمقاطعات الخارج مدينة وخان بإمدادها بتقريبا 200 فوق ال 200 جهاز فحص للمختبرات، وكان في وخان أصلا 23 مختبر للفحص بالنسبة للفحص الكاشف النووي، وأصبح هناك أكثر من 60 نقطة أو مختبر كل ساعدت في الفحص هذا خلال 10 أيام. إذا نعم. الفحص بدأ في 14 مايو صحيح؟ أعتقد الدكتور، احكي لنا عن تجربتك دكتور في الفحص، تجربتك الخاصة وتجربة العائلة. ممكن إعادة السؤال؟ تجربتك وتجربة العائلة في الفحص. نعم، احنا تم إبلاغنا مسبقا بتسجيل أسماءنا وأرقام هوياتنا، وبعد 3 أيام حدد موعد الفحص في البناء السكني الذي نقطنه الآن. كان تقريبا الساعة 11 الظهر، ذهبت أنا والأولاد والعائلة إلى أسفل المجمع، أي في حديقة المجمع، وكانت هناك مجموعة من اللجان الطبية موجودة، وتم الفحص خلال 10 دقائق، يعني هو بأخذ عينة من البلعوم. وأعتقد أننا الأسرة جميع كنا في نفس هذا الأنبوب، يعني جميع البنات وضعت في نفس هذا الأنبوب. وبعد 3 أيام بلغنا رسميا بأنه الفحص كان نتيجته سالبة والحمد لله. فكانت الأمور سهلة وليست صعبة. كان أعتقد سبت، يعني لا لم يؤثر على أعمالنا على دوامنا، وكان يعني جدا كانت الأمور سهلة وسلسة. يعني دكتور احكي لي عن موضوع هذا الأنبوب، أنت كررت عدة مرات أنه كل 5 استخدموا لهم أنبوب واحد. نعم، 5 استخدموا أنبوب واحد، هذه النسبة حددت على إنها هي النسبة الآمنة عشان ما يصيرش تخفيف لكثافة هذا الفيروس ولن تؤثر على النتائج. أي إذا في البداية كانت هناك إنه أقل من 10 أشخاص، ولكن النسبة هذه حددت يعني بالدقة بإنها 5 الأنبوب، وهذه النسبة هي النسبة بعد دراسات لا تخفف من حدة الفيروس إن كان أحدهم مصاب بهذا الفيروس وخلطت عيناته بعينات ناس كانت غير مصابة. في حالة إذا تم فحص هذا الأنبوب بالنتيجة الموجبة، فهذا يعني أن هناك ربما من ال5 أشخاص هناك واحد على الأقل مو يمكن أن يكون مصاب بهذا الفيروس، ويعاد فحصه مرة أخرى، يعاد فحص هذه الناس مرة أخرى للتأكد وعملية فلترة من هو المصاب ومن لم يكن مصاب. سمارت، very smart. يعني هم حاولوا التخفيف من العبء المالي وعبء التست، وساعدتهم أيضا في سرعة الإنجاز. نعم، بالرغم من هذه الفحوصات اللي 9 إلى 10 مليون فحص 10 مليون نسمة وتقسيمهم على 5 أشخاص، خلينا نقول
أيضا صرفت الحكومة مبلغ طائل على هذا الشيء، حوالي 9 مليار يوان صيني، قسموا على 7 بيطلع بالدولار، يعني تقريبا مليار وشوية دولار أنفقت خلال 10 أيام على هذه الفحوصات، وهي كانت لخمس أشخاص، فما بالك إذا كانت تريد أن تفحص شخص بشخص بشخص، فهذه المبالغ سوف تضاعف أقل شيء خمس أضعاف. طب دكتور، البداية زي ما حكيت كانت المطلوب أنه ينجزوها خلال 10 أيام، ولكن صار في إضافة لتسع أيام. اللي أنا سمعته أنه في التسع أيام هاي بدأوا يتصلوا اتصالات ويروحوا للبيوت للناس اللي تخلفت لأي سبب كان، فهل عندك علم بالموضوع؟ هل تعرف أي معلومات؟ أنا تقريبا سمعت فحوى السؤال، أرجو إذا كنت سمعته غلط ردني. تفضل. جميع أصلا الآن جميع المواطنين الصينيين وإحنا الأجانب موجود عندنا اسمه في QR، الQR هذا عبارة عن كود أخضر لونه أخضر موجود على جوالاتنا من قبل الحكومة. وقت إنجاز الفحص هذا كثير منا الكود هذا صار لونه رمادي، اي انت لازم تروح تسوي الفحص عشان يصير لونه اخضر. طبعا هذا الكود مهم جدا في انك تتنقل في داخل المدينه، تطلع على المواصلات العامه لازم مسح هذا الكود، تدخل اي مصلحه حكوميه او اي مكان يتم فيه نقاط لفحص الحراره يتم فحص هذا الكود، بدون هذا الكود لا تستطيع دخول اماكن كثيره، فبالتالي الناس مرغمه انها تقوم بهذا الفحص، والناس اصلا متعاونه جدا بالقيام بهذا الفحص لانه هو مجاني بالكامل، مجاني بالكامل وموجود تحت بيتك، يعني لا بدك تاخذ تاكسي تروح ولا بدك تروح على مستشفى، هم اجوا لعندك على البيت عشان يعملوا لك الفحص هذا، فبالتالي كان كبير من الناس وكانت الناس تتسابق انه انا بدي اعمل الفحص هذا، كل الناس سجلت وعملوا. كمان بعدها في ناس كانت مثلا لم تقوم بالتسجيل في الوقت المناسب، عملوا لهم مرتين بعد انتهاء هذا الفحص، عملوا مرتين بانه اللي لم يلتحق بالتسجيل اللي كانت عنده ظروف قاهرة لم تسمح له ممكن ان يسجل مرة اخرى، وحددت ايام خلال الاسبوع الماضي وتم فحص هذه الناس. طيب النتائج، اعطينا النتائج اللي صارت في مدينة وهان. النتائج صراحة كثير مشجعة كانت، ظهرت النتائج بنسبة كل 10,000 شخص منهم كان 3 أشخاص، ما يقارب 3 أشخاص كانوا مصابين بالفيروس، ولكن معظمهم أنا بقول لك كانوا غير حاملي للأعراض، أي لا توجد عليهم أعراض. والنقطة الأهم من هذا كله هو تقريبا الفحص الشامل لمدينة وخان طلع حوالي 300 شخص، 300 وحاجة بسيطة أشخاص، هذه كانت مثبتة عليهم هذه الإصابة، ولكن معظمهم، النقطة المهمة هنا، معظم هذه الأشخاص تم أخذ عينات منهم فوجدوا وعمل مزرعة لهذا الفيروس من العينات التي أخذت مرة أخرى من البلعوم، وجدوا أن جميعهم أو معظمهم، وليس جميعهم، معظمهم كانوا يحملون للفيروس أو عدوى غير أكتف، أي الفيروس إن أكتف كان موجود في عينات البلعوم تبعتهم، فهذا يشير بأن الفيروس الآن ضعيف الانتشار في وخان بالناس، خاصة بالناس اللي لا تحمل أعراض تكون مصابة بهذا الفيروس، ولكن درجة أو ممكن أن يكون الفيروس إن صح التعبير يعني ميت، وهو ليس ميت إن صح التعبير، هذه في العينات الفيروس ليس، أو أجزاء من جينات هذا الفيروس كانت موجودة في البلعوم. طبعا هذا لا يبينه الفحص الكاشف الحمض النووي، بما لأنه فحص الكاشف الحمض النووي هو يفحص بوجود الفيروس من عدمه، ولكن لا تستطيع من خلال فحص الكاشف النووي أن تفحص هل الفيروس هذا أكتف ولا إن أكتف، فيتوجب عمل مزرعة لهذا الفيروس في المختبر للتأكد من أنه هذا الفيروس أكتف أو غير أكتف، فتبين أنه جميع أو معظم هذه 300 شخص كانت عيناتهم غير أكتف بالنسبة للفيروس. وهذا شيء ممتاز أنه قدروا يحددوا 300 شخص اللي ممكن يكونوا بؤرة جديدة لهذا الفيروس.
عفوا ممكن إعادة السؤال دكتور جمال؟ بقول كان جيد جدا انهم قدروا يحددوا ال 300 شخص اللي كان ممكن يكونوا بؤرة جديدة للفيروس. نعم صحيح، وتم اصلا كمان تحديد تقريبا فوق ال 1000 شخص كانوا مخالطين لل 300 شخص الذي ثبتت عليهم الاصابه، وتم فحصهم مرتين بالنسبه لكاشف الحمض النووي وتاكدوا من خلو اصابتهم. طبعا بالاضافه الى فحص جميع السكان، هناك نقطه اريد ان انوه الها بانه تزامنا مع فحص جميع سكان مدينه وخان ايضا تم فحص البيئه، وانا اقصد فحص البيئه فحص مياه الشرب، مياه الصرف الصحي، البحيرات، المياه في البحيرات، وأيضا فحص عشوائي كان للحيوانات الأليفة الموجودة في مع بين السكان. فكل جميع هذه الفحوصات بالنسبة للبيئة أعطت نتائج سالبة، وهذا أيضا بأنه كثافة هذا الفيروس قد انخفضت بشكل كبير في مدينة وخان. يا جماعة اللي بدي أذكركم فيه إنه أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية في شهر مايو كاملاً عملت 270 ألف تيست في كل شهر مايو، اللي هي عندها أكثر من تقريباً الآن 2 مليون حالة. في كل شهر مايو عملت 270 ألف تيست. الصين قدرت تفحص أكثر من 10 مليون، من 9 ل 10 مليون، الأرقام تقريبا 9 مليون وإشي خلال 19 يوم بالضبط، كانوا منهيين كل العملية بما فيها النتائج. طبعا أنا بحكي بفتخر وبحكي إنه بروفيسوري كان اسمه لوزوشين، هو أحد البروفيسورات اللي أخذت عنده بوست دوك في الببليك هيلث، كان هو القائم على النتائج، فبنحييه وبنسلم عليه من هذه المنصة. دكتور، هل هذه النتائج مطمئنة؟ هل هذه النتائج بتعطينا دافع للأمل؟ الناس دائما بتخاف من الأرقام، بقول لك الأرقام بتزيد، هل ممكن فعلا ننهي على هذا الفيروس بناء على هذه النتائج؟ طبعا الوضع ما زال يجب الحذر منه واخذ طرق الوقايه، وما زلنا عند الخروج من المنزل بوضع الكمامه والتزامنا بالنظافه الشخصيه وغسل اليدين وتعقيمها، هذا امر ضروري خاصه في غياب اللقاح. هذه نقطه مهمه. تم السيطره على هذا الفيروس، الدراسات قائمه، ونحن متخوفين من موجه ثانيه بدايه الخريف، ولكن إلى الآن المؤشرات جميعا تشير بأن وخان الآن شبه آمنة، أو أنا بقدر أقول لك آمنة الآن بالنسبة للإصابات بفيروس كورونا المستجد. وما يدلل على كلامي هذا، بالأمس أصدرت بكين رفع الحظر على سكان وخان، سابقا عندما يدرون بالذات إلى العاصمة بكين يتوجب حجرهم صحي لمدة 14 يوم. بالأمس رفع هذا الحظر عن سكان مدينة وخان، أي يمكن لسكان مدينة وخان الذهاب إلى مناطق خاصة بكين العاصمة بدون أي حجر صحي، وهذا يشير بأنه وخان أصبحت آمنة تماما الآن. هذا شيء ممتاز. طيب دكتور، بشكل عام إيش توقعاتك لأمريكا بالنسبة للفيروس طبعا، وللعالم إيش بتتوقع التوقعات الخاصة فيك؟ صراحة الآن الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب عدم اتخاذ السلطات المختصة بالإجراءات الوقائية الاحترازية منذ بداية انتشار هذا الوباء في الولايات المتحدة تسبب إصابة هذه الأعداد الكبيرة من الناس. الآن الاحتجاجات القائمة في الولايات المتحدة، أنا في نظري أنا كتبت مقال على هذا الموضوع وحللته من عدة نقاط. كون هذه التظاهرات، هناك سؤال سئلت هل التظاهرات ستضاعف الأعداد الموجودة الآن في الولايات المتحدة أم ستبقى على نفس الوتيرة؟ أنا في نظري أنها ستبقى على نفس الوتيرة، لأنه هذه الاحتجاجات ستكون احتجاجات عابرة وليست هي الأولى من نوعها
من حيث سببها، يعني بسبب أن هي تخص المواطنين ذو الأصول الأفريقية، وأن الولايات المتحدة ستقوم بردع. صار عندنا مشكلة، إن شاء الله بننتظر الدكتور مرة ثانية. ما بعرف، ممكن إحنا نعمل معاه اتصال وتسمعوا منه، يمكن بيكون أسهل. خليني أجرب أحكي معاه مباشرة، يمكن أسهل. فويس كول، خليني أجرب. بحاول اتصل بالدكتور بحال انه يكون معنا على الهاتف. بيرن عنده بس اعتقد انه بحاول يدخل. طيب خلينا ننتظره. طبعا الملخص اللي حاحكيه انه الدكتور شرح لنا طريقة استخدام، يعني انا قرأت عن الموضوع، الصين استخدمت تكنولوجيا أو طريقة جديدة في الفحص. تواصلت مع البروفيسور اللي هو كان درسني Public Health ودرست على إيده Public Health، وهو كان المسؤول عن موضوع هذا الفحوصات، اسمه بروفيسور لوزيشين. عملوا بطريقة غريبة، إنهم جاءوا لكل 5 أشخاص عادة بيكونوا بنفس العائلة، وبعملوا المسحة لهم، وبعدين بحطوها في أنبوب واحد، 5 مسحات بحطوها في أنبوب واحد، بفحصوا هذا الأنبوب، وإذا وجدوا إنه في نيجاتيف خلاص معناها الخمسة هدول ما فيهم، إذا وجدوا إنه في بوزيتيف فمعناها أقل إشي 1 أو 2 أو 3 أو 4، وممكن 5 عندهم هذا الفيروس. فبالتالي بيجوا بنادوهم مرة تانية وبيسألوه، بطلبوا منهم إنه يعيدوا الفحص. وبالتالي اللي موضوع اللي صار إنهم وفروا مبلغ كبير جداً، وقت كبير في الفحص، لأنك أنت بدل ما تفحص يعني قسموا 10 مليون على 5، أنت بتحكي بدل ما تفحص 10 مليون عم تفحص 2 مليون. هاي الدكتور معنا. ألو دكتور. دكتور معلش الإنترنت فصل وما ردي، شو بحاول. خلص بنكمل على التلفون إذا عندكش معنا. يلا الجمهور سامعك وهو معك، ايش توقعاتك كملنا عن امريكا؟ بالنسبه لتوقعاتي في الولايات المتحده الان، كما ذكرت قبل قليل بانه المظاهرات لن تضاعف اعداد الاصابه التي كانت تسجل في الولايات المتحده قبل التضخم، الا اذا طال فتره هذه المظاهرات ولم تقوم اله الردع الوطنيه بردعها، خاصه وانها تخص المواطن الأمريكي ذا الأصول الإفريقية، أي هي محدودة النطاق وهي في مناطق محددة يسكنها كثير من المواطن الأمريكي ذو الأصول الإفريقية، لكن إذا توسعت في مدن وولايات أخرى وخرجت عن نطاق السيطرة عليه في فترة زمنية وجيزة، هنا ممكن أن تضاعف أعداد الإصابة، كون أن المتظاهرين لا يمتثلون بأساليب الوقاية من فيروس كورونا ومن وضع الكمامة وغسل الأيدين والأشياء الثانية. طبعا ليش أنا هذا التحليل توصلت إليه؟ لأن الولايات المتحدة أصلا هي لم تكترث منذ البداية بالإجراءات الاحترازية الصحية منذ انتشار هذا الوباء على أراضيها، فبالتالي كانت هي تسجل هذه الأعداد بشكل كبير قبل التظاهرات. ولكن أيضا من قبل المواطن الأمريكي، كثير من المواطنين الأمريكيين أيضا لم يكترثوا بإجراءات الوقاية من ناحية النظافة الشخصية، غسل اليدين ووضع الكمامة، وهذا ما نشاهده أصلا بالإعلام، يعني ما نشاهده أصلا بالإعلام من ناحية حتى من بعض السياسيين الذين يعني يقللوا من خطورة هذا الوباء لعامة الشعب. أوكي. طيب في سؤال دكتور، توقعات بشكل عام للعالم، إيش توقعاتك لباقي الدول بشكل عام، يعني خاصة إحنا داخلين على فصل الصيف. نعم نعم
وضع عن كثب بالنسبة لدرجات الحرارة، ولكن هذا تحليل لي أنا، إنه الآن في نصف الكرة الشمالي وارتفاع درجات الحرارة سيكون، عفوا، في نصف الكرة الشمالي من الكرة الأرضية الآن هو الفيروس يأخذ بالصعود. في القسم النصف الكرة الجنوبي الآن الفيروس يأخذ بالانخفاض، وهذا ما نشاهده الآن في الصين وفي المدن الأخرى. بتوقعاتي مع ارتفاع درجة الحرارة الفيروس هو يحد من انتشاره، هذا شفناه ولاحظناه، ولكن هذا لا يعني أنه سيقضي عليه. ممكن توقعاتنا في فصل الخريف أن تكون هناك موجة ثانية، والموجة الثانية هذه يعتمد انتشارها، قوة انتشارها على الأسلوب اللي تتخذه الدول الآن في احتوائه في الموجة الأولى. يعني الدول اللي أخذت احتياطات زي ووهان، زي الصين، زي دول أخرى الآن، ووصلت إصابات تسجيل عدد صفر الآن، منظومتها الصحية الآن أصبحت قادرة ومهيئة لاستقبال أي حالة تأتيها، وعندها القدرة على التشخيص المبكر الآن لأي حالات، سواء ظهرت عليها أعراض أو لم تظهر عليها أعراض. هذا راح يكون في مواجهة الموجة الثانية بأقل خسائر أو خسائر لا تذكر، بينما الدول التي لم تتخذ هذه الإجراءات من بداية انتشاره على أراضيها والآن تسجل بأعداد كبيرة، والمنظومة الصحية أصلاً وصلت نتيجة أنها عندها إرهاق في المنظومة الصحية، هذه الدول الموجة الثانية سينتشر فيها هذا الفيروس بشكل أكبر وستسجل خسائر كبيرة لا سمح الله. طب دكتور، في سؤال من الدكتور مخلص بقول: شو وضع الكمامة الآن؟ كيف الموضوع الكمامات؟ هل ما زلتوا ملتزمين بالكمامة؟ إحنا الآن في ووهان ما زلنا يتوجب علينا ارتداء الكمامة، ويجب أيضا على الجميع ارتداء الكمامة، إلا إذا كنت أنت في منطقة أو في مدينتك لم تسجل حالات بهذا الفيروس، وأثبتت الفحوصات بأنه كثافة هذا الفيروس في المحيط اللي أنت موجود فيه سجلت بالصفر، ممكن ساعتها أنا لا ترتدي الكمامة. لكن إحنا ما زلنا في ووهان نرتدي الكمامة، وجوب ارتداء الكمامة عند الخروج. طب موضوع التباعد الاجتماعي، المسافات بين الناس، هل هي موجودة ولا لا؟ نعم، هذا التباعد الاجتماعي موجود ومطبق بحذافيره، خاصة من يعني مشروط بتطبيقه من الحكومة، ولكن الشعب نفسه أيضا يطبقه لأنه حابب يطبقه، لأنه عنده لسه خوف من هذا الشيء. إذا في 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 يعني الشعب عم بنفذ التعليمات بحذافيرها زي ما شايف، حتى إذا مش أكثر. نعم نعم، الشعب في ووهان على المستوى، أنا على المستوى الشخصي أنا بشوفه كل يوم مطبقة هذه في جميع الأماكن، يعني في السوبر ماركت، في أي مصلحة، في البنك، في العمل مطبقة، خاصة أيضا اللي هي السلام، بطلنا نسلم على بعض بالإيد، بطلنا لما نكون متجمعين في مكان كبير، حتى على المستوى الشخصي بالأسانسير، لما أشوف أنا شخصين أو ثلاثة بالأسانسير أنا ما بدخل، لما أنا أكون بالأسانسير وفي جنب اثنين الصين الثاني ما بيدخل. فهذه صارت أمور خلص موجودة، في تعودنا عليها. يعني أنا اليوم لما بطلع على الشغل إذا أنا وصلت الأسانسير بحس حالي مش لابس كمان، بحس ناقصني شيء، يعني مش لابس الله يكرمك ملابس أو يعني في شيء ناقص، فبرجع على البيت باخذ الكمامة. جزء من الروتين اليومي صارت، جزء من الروتين، يعني كأنك ناسي مفتاح السيارة ولا ناسي مفتاح البيت. هل في تجمعات؟ هل سمحت الصين بالتجمعات في عدد محدد لها أم مفتوحة؟ أنا بقدر أقول لك على مدينة ووهان وبشكل عام فيما يخص شغلي، بالنسبة للندوات الطبية والمؤتمرات الطبية جميعها أجلت الآن إلى غالبيتها إلى بعد شهر 9، وجميع الندوات الآن تعقد أونلاين. فلغاية هذه اللحظة التجمعات الكبيرة لا يسمح فيها الآن في ووهان. طيب دكتور، في سؤال من أخوي صديقي محمد علي بيسألك عن الكمامة. أنت حكيت لنا أكثر من مرة عن موضوع الكمامة،
لكن السؤال اللي بثير نفسه انه في بعض وزارات الصحه بتحكي انه الكمام القماش تكفي، في ناس بقول لك لا الكمام الجراحيه او الكمام ميديكال ماسك مش ال N95، فايش رايك انت في هذا الموضوع؟ بالنسبه للاشخاص العاديين، الاشخاص العاديين الكمامه هي يعني تقي من التقاط الرذاذ، لا سمح الله لو كان عند شخص مثلا عطس او شيء تقي نوعا ما، لكن الافضل افضل شيء بالنسبه للمواطن العادي هي الكمامه الجراحيه اللي لونها ازرق، هذه تقي بنسبه 90%. طبعا في هناك كمامات مصنوعه من القماش، مصنوعه من القطن، هي لا شك انها تقي افضل من لا شيء، لكن اذا بالنسبه لوقايه الفيروس من دخوله، الكمامة القماشية لا تقي دخول الفيروس، لازم تكون مصرحة كما هي في الكمامة الجراحية. لكن بالنسبة للكوادر الطبية، الكوادر الطبية لأنهم هم على اتصال مباشر مع المصابين أو المرضى، ويكون كثافة هذا الفيروس موجود في الجو كما أثبتت الدراسات بأنه يكون في الجو لبضع ساعات، فيجب علي أن الكادر الطبي أن يكون ولابس كمامة N95 زائد الكمامة الجراحية فوقها. طب المطاعم هل عادت لطبيعتها في مدينة ووهان ولا لا؟ المطاعم عادت جزء كبير منها لطبيعتها، ولكنها للأسف فارغة تماما أو قليلة شحيحة جدا بروادها، لأنه الناس لسه عندهم هاجس الخوف من أنه يكونوا في داخل مطعم أو في داخل صالة مغلقة. دكتور علي، أخونا جهاد تايه من غوانجو بسلم عليك. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيك جهاد، أهلا فيك. دكتور مخلص بسألك، المدارس رجعت لطبيعتها ولا لا؟ المدارس طبعا المدارس والجامعات، يعني لا الجامعات بعدها كل الدراسات أونلاين الآن. بالنسبة للمدارس الآن رجع جزئين منهم اللي هو صف سادس أو الثانوية العامة وثالث إعدادي، الإعدادي جزء منه والثانوية العامة، لكن بالنسبة لا تحت صف سادس لسه ما زالت الدراسة أونلاين، وأعتقد الفصل هذا لن يكون للطلاب تحت صف سادس إنهم يرجعوا على المدارس. طيب دكتور، أنا بدي أسألك سؤال يمكن أثار شكوك ومسائل كتير ناس. أعراض ما بعد الكورونا، أنا شفت لك أحد الزملاء طبعا ندعو له بالرحمة اللي توفى، هو طبيب كان يقوم بمهامه الطبية وحاول أنه يقوم بكل ما يستطيع، وللأسف أصيب بهذا المرض، وبعد فترة من محاربته لهذا المرض لكن توفي رحمه الله، وأكثر من واحد، أنا أتوقع هذا ثالث واحد أنت بتحط عليه بوست من زملائك، لكن اللي لفت انتباهي اللي هو تغير لون جلده، هل هذه أحد الأعراض؟ احكي لنا عن الأعراض اللي هي بتصيب ما بعد الكورونا. ناس بيحكوا عن الخصوبة، ناس حكوا عن الكلى، ناس يعني في كتير طلعت تساؤلات. الإصابة بالكورونا بدايتها يتم كما نعلم أنه الأعراض بتكون درجة الحرارة، بتكون السعال الجاف، وبعدين بيظهر عند الحالات المتوسطة بضيق التنفس. الحالات لما تكون تشخص بأنها مبكرة ممكن تلاشي تطورها في المستقبل، لأنه هذه جميع الإصابات اللي شفناها بوهان هنا وصلت مرحلة فوق المتوسطة، الأطباء فقدوا السيطرة على تطورها. لما الطبيب يفقد السيطرة على تطورها معناته هذا المريض راح يخش غرفة الإنعاش، معناته راح يصير عنده فشل في أعضاء أخرى في جسمه. هناك دراسات عديدة تشير بأنه أسباب ظهور فشل الأعضاء الثانية معظمها أعطت نتائج بأنه بسبب نقص الأكسجين، وهناك دراسات قائمة وما زالت قائمة عن سبب نقص الأكسجين داخل جسم الإنسان. هل هو بسبب فتك هذا الفيروس لأنسجة الرئة وتعطيلها،
ينتج انه يصير في عدم تبادل للاكسجين بشكل ويسبب نقص الاكسجين. في دراسات اخرى تقول ان الفيروس يفرز مواد مخاطيه على الرئه ويعمل على افراز مواد خلينا نقول او يحتل مكانه بين الحديد من الهيموغلوبين، فهذه دراسات طويله فتسبب نقص الاكسجين. عموما السبب مهما كان في نقص الاكسجين فهذا احد الاسباب اللي ممكن تسببه الاعراض ما بعد الكورونا، بانه في مرضى كثير كانوا بيشكوا من بعد الاصابه والشفاء بانه صار عندهم نقص الاكسجين في الدماغ، فبالتالي صارت عندهم امراض ناتجه عن نقص الاكسجين في الدماغ، بضمور الدماغ، مثلا امراض عصبيه، امراض من هذا النوع. في ناس تانية اللي الحالات المتطورة اللي ظلت في العناية المركزة بشكل طويل، كما نعلم أنتم الأطباء، يعني نحن الأطباء نعلم بهذا الشيء، بأنه هو يكون تحت علاجات مكثفة من ناحية المضادات الحيوية والمضادات للفطريات وما شابه ذلك، فبالتالي تكون هناك التهابات بكتيرية ويكون عنده أصلا صار في نوع يقاوم هذه الأدوية، يتم تغيير هذه الأدوية باستمرار. فبعض من هذه الأدوية خاصة مضادات للفانجس خلينا نقول أو المضادات الحيوية نوع من الأنواع أعطيت لهذا الطبيب الزميل الذي توفى مؤخرا، أعطت تأثير كبير في وظائف الكبد وأيضا ساعدت في إفراز مادة الميلانين اللي هي تحت طبقة الجلد اللي مسؤولة عن تلوين الجلد، فتحول لونه إلى اللون الأسود. فهذا هو السبب في أنه صار عنده بشرته لونها أسود بسبب الأدوية والمضادات الحيوية المكثفة اللي كانت تعطى له في العناية المركزة. طب دكتور، في سؤال برضو من محمد علي بقول لك، إحنا عندنا في مدينة أو في كندا الموضوع صاير زي الزجزاج، طالع نازل، ساعة يوم بتكون عندنا الحالات ممتازة ما في تزايد، اليوم اللي بعده عدد أكبر كثير، اليوم اللي قبله بعده بكون في تحسن، بعدين في إيش توقعك بشكل عام لهاي الحالة؟ طبعا هي حسب البلد اللي هو فيها، إذا أيام كانت الحالات هناك يعني تفسير لهذه الظاهرة، إذا كان ما فيش أي حالات تصاب في فترة معينة فبدك توجهها إلى سببين. السبب الأول إنه الحكومة فعلا سيطرت على الوضع وسجلت حالات قليلة الآن، أو إنه الحكومة لم تقم بأي فحوصات أو المنظومة الصحية منهارة فلم تسجل حالات لهذا الشيء. والشيء الثاني اللي بيرفع هذا الشيء هو ناتج على الفحوصات، يعني في ممكن في اليوم في الأسبوع هذا لم يتم فحص ناس معينة، فبالتالي أنت بتشوف إن الأرقام مستقرة، في حين انه لو تم فحصهم هذول وثبت عليهم الاصابه بتحس انه في الاسبوع الثاني انه هذا الرقم زاد عن الاسبوع الماضي، فهذا بيعتمد على عدد الفحوصات. هاي نقطه. نقطه ثانيه بيعتمد ايضا على فتره اللي هي الحضانه لهذا الفيروس، في عندك انت 14 يوم، لو احنا خلال الاسبوع هذا كان عندي 10 اشخاص مصابين بهذا الفيروس وهذول 10 اشخاص كل شخص منهم عدا شخص اخر، الشخص الاخر ممكن بعد 14 او خلال 14 يوم تظهر عليه الاعراض او لم تظهر عليه الاعراض، فبالتالي هذا الشخص كم من شخص ممكن ان ينقل العدوى له، فبالتالي تكون الارقام متذبذبه طبعا في حصرها في فتره اللي هي ال 14 يوم ودراسه هل هذا الشخص كان حامل للاعراض او غير حامل للاعراض، لم يعني يستطيع الكشف عنه بسهوله، فهذا هو كله يؤثر على النتائج المتذبذبة. طيب دكتور، في سؤال من الدكتور مخلص بقول لك، طبعا بشكرك إن على تعاونك لتكون رسول لتوصل لنا الخبر من الأصل يعني من البلد، فشكرا لك على ذلك. شكرا للدكتور مخلص وشكرا للجميع، احنا بنقوم بالواجب لتعم المصلحة على الجميع صراحة. في الدكتور مخلص بسألك، في ناس كتير أكيد فقدت أعمالها بسبب هذا الفيروس، هل الحكومة ساعدت بأي شيء في هذا الموضوع؟
ناس كثير فقدت وظائفها، وخاصة في الشركات خلينا نقول الصغرى أو التحت المتوسطة، وهذا الصينية أعطت الدعم في هذا الشيء، ولكنه الدعم يعني خلينا نقول لا يكفي للأشخاص المتضررين. لكن بشكل عام الحكومة الآن يعني حاولت تخفض نوعا ما من الضرائب على الأفراد من يعني من هذه الناحية، وناحية ثانية في كان هناك مساعدات لأصحاب الشركات الصغرى بدعم من الحكومة بمبلغ مقطوع أو شيء، أو عندهم الآن كمان بيعطوهم نوعا ما إعفاء من الضرائب لفترة زمنية على أساس يعودوا الوقوف على أرجلهم من جديد. لكن أنا بدي أنوهك على نقطة ثانية، أنه في قانون الأزمات عادة أي أزمة تظهر ستقع شركات كبيرة وتقع شركات بعدد كبير، وستنشأ شركات ما كناش متوقعينها. أنا بجيب لك مثال على وباء السارس قبل 17 سنة في بكين. مجرد ظهور هذه الأزمة، إذا بتتذكر دكتور جمال، في منطقة في بكين اسمها جونغوانسون، هذه المنطقة هي مدينة الكمبيوترات معروفة، كانت عملاقة ورائدة في مجالها. هذه المدينة بسبب السارس قبل 17 سنة سقطت وشبه أعلنت إفلاسها، لكن المدير تبعها جاءته فكرة إنه يعمل منصة إلكترونية اسمها تاوباو، وأعتقد الجميع بيعرف منصة التاوباو. فنشأت التاوباو بسبب أزمة السارس، والآن التاوباو جميعنا لا نستطيع التخلي عليها. فبالتالي قانون الأزمات عادة يسقط أفكار ويسقط شركات ناجحة، وتصعد شركات أخرى في مجال آخر يتماشى مع الوضع الحالي. فبالتالي كورونا الآن أنا في نظري كثير من الشركات سوف تسقط، هذا بلا شك، لأنه ما قدرت إنها تواكب الحجر، تواكب يعني الناس في الحجر الصحي والأمور هذه. فالآن في شركات راح تزدهر في هذا المجال، ومنها التعليم عن بعد، الأونلاين أوفيس، عندك الديليفري كومباني، عندك الريبوت، الأشياء اللي إحنا ممكن نستخدمها في توصيل الأشياء بدون الكادر البشري. هذه الأشياء راح تزدهر في السنوات القادمة بشكل قوي، وجميع الأبحاث والشركات الآن تدعم في هذا المجال، بحيث إنه لو صارت جائحة أخرى إحنا ما بدنا كادر بشري، إحنا كلنا ديجيتال بنشتغل. فهذه الأشياء أنا متوقعها خلال السنوات الماضية راح تكون موجودة في 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 واقعنا. بس خاصة مع الـ 5G يعني واستغلاله. بس عشان أشرح شو معنى التاباو، في إخوان ما بيعرفوا شو هي، أكبر شركة تسوق إلكتروني موجودة في الصين، موجودة برضه خارج الصين بيستخدموها الصينيين، تضاهي أمازون وإي باي وهذه. نعم. صحيح. الدكتور أنت بتعمل الآن في أبحاث وأنت ليدينج في موضوع أبحاث اللي على الحيوانات، وعم بتحاولوا الآن برضو تستخدموا أو بتعملوا مطاعيم أو بتحاولوا أنكم تساعدوا في موضوع المطعوم. ممكن تحكي لنا آخر الأبحاث اللي صارت على المطعوم في الصين؟ سمعنا في أشياء مبشرة وإن شاء الله نسمع أخبار جيدة. نعم، بالنسبة للقاح الآن، آخر أخبار اللقاح، طبعاً هناك بعض التجارب الآن ما زالت قائمة على الحيوان وخاصة القرود، وشركتنا إحدى الشركات القائمة على جزء من هذه التجارب مع البي فور أو مركز أو معهد الأبحاث للفيروسات في أوهان. لكن آخر المستجدات الآن هناك خمس لقاحات تم انتهاء من شبه الانتهاء من المراحل السريرية الثانية من التجارب. واحدة منهم هي عبارة عن اللي هي اللقاح المهندس وراثيا الناقل له، اللي هو فيروس الغدية أو الأدينو فيروس. اللقاحات الثانية الأربعة هي عبارة عن الانأكتيف فاكسين. بعد الانتهاء أعطت نتائج طبعاً في المراحل السريرية الأولى إيجابية، ودخلت المراحل السريرية الثانية، وأيضاً الآن تقريباً شبه انتهت منها،
وسيتم التجارب السريرية للمرحلة الثالثة، ستقوم بها بالاشتراك مع كندا. تم التوقيع مع إحدى شركات الأدوية في كندا بأن يتم التجارب السريرية المرحلة الثالثة في كندا والصين أيضا، بسبب أنه الآن التجارب طبعا بعد حقن هذه المصل والتحقق من أنه الأجسام المضادة ظهرت، وخاصة الاي جي جي، وظهور أيضا المناعة في الخلية والبي سيل، أظهرت أيضا بأنه ظهرت هناك أجسام مضادة في هذا الشأن. يجب الفحوص أنها تتم في المرحلة الثالثة، يجب أنه المتطوع أن يكون في جو فيه هذا الفيروس. في الصين هنا تقدر تقول تلاشى الموضوع، الآن في كندا نوعا ما موجود هذا الشيء، هناك متطوعين، هناك شركات قابلة للشهادة، فيجب نقل الأشخاص هذول إلى كندا للتحقق من أنه هذا الفاكسين أو هذه الأنتيبادي قادرة على مقاومة الفيروس الموجودة في الطبيعة. أوكي دكتور، يعني أنت في شهر فبراير بتذكر حكيت عن موضوع انتقال الفيروس أو وجود الفيروس في مياه الصرف الصحي، وللأسف يعني حكيت فيها يمكن في 4 5 لقاءات إذاعية مع عدة تلفزيونات كبرى، وأنا سمعتها منك شخصيا في أحد الحوارات معك، وما كان حدا يتكلم في هذا الموضوع. اليوم في دراسة قبل يومين ظهرت في Journal of Gastroenterology اللي هو الأمعاء والمعدة، وجدوا أنه هذا الفيروس اللي ممكن يكون موجود في البراز وجد في عدد كبير من مرضى الكوفيد 19. في باحثين في هولندا كتبوا في تعليق لهم على الأونلاين باسم المركز، ما نشروا بحث، لكن كتبوا في التعليق أونلاين في نهاية مارس، وبرضو ما حدا سمع عنهم، إنه هذا الفيروس ممكن نجده في مياه الصرف الصحي. الآن كل دول العالم منها كندا عم بتحاول إنها تجد أو عم بتحاول إنها تدرس مياه الصرف الصحي، لأنه وجدوا إنه هاي أفضل طريقة للكشف المبكر عن وجود ولو حالة في 100,000 حالة ممكن يعرفوا عن السكند ويف. يعني صراحة صدمة، وللأسف يعني فكرتك اللي كنت تحاول توصلها للعالم كله اكتشفت بعد 4 5 أشهر. من احكي لنا شو وجهة نظرك وكيف ترى هذا الموضوع؟ اولا صحيح كلامك، انا بدايه شهر 2 تقريبا، اي بعد تقريبا اسبوع 10 ايام من انتشار هذا الفيروس في ووهان، نوهت لهذه النقطه وكنت ادعمها بقوه وما زلت ادعمها بقوه، لانه فيروس كورونا المستجد صحيح بنعرف طرق انتقاله الان، ولكن هناك طرق خلينا اقول لك غير مؤكده او غير مكتشفه الان في انتشاره، وهي احدى هذه الطرق هي مياه الصرف الصحي. انا ساتطرق لها من نقطتين. النقطة الأولى اللي كما ذكرتها أنت، بأنه ممكن عن طريق مياه الصرف الصحي، بفحص مياه الصرف الصحي، بالتأكد من انتشار هذا الوباء في أي بؤرة، أو تقريبا أنت ممكن تقول في المجمع السكني هذا، في المناطق المحيطة فيه للماء الصرف الصحي، إذا تم رصد هذا الفيروس سواء كان أكتف أو إن أكتف في المياه الصرف الصحي، فبالتالي أنت بتعرف أنه في هناك ناس قاعدة مصابة حاملة لهذا الفيروس وتطرده عن طريق اللي هو المياه الصرف الصحي، سواء عن طريق المخاط الناتج عن الهم او عن طريق البراز، كونه انه ثبت بانه المرضى المصابين بعضهم كان يخرج عن طريق افرازات الجهاز الهضمي وخاصه البراز. النقطه الثانيه اللي انا بدي اركز عليها، وانا كنت اركز عليها كثير، انه في ووهان بالذات ثبتت بعض الحالات للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، كان يخرج الفيروس كورونا المستجد عن طريق البراز وهو أكتف، أي قابل للعدوى. أنا بتكلم في نقطة هنا، أنه كان قابل للعدوى، أي ممكن أن يعدي أشخاص آخرين إذا تعرضوا لهذا الماء الملوث. وبما أنه بعدين ثبت أنه الفيروس ممكن أن يتطاير مع ذرات الهواء ويبقى في الهواء لفترة عدة ساعات،
فمن الممكن للأشخاص اللي موجودين في بجانب بؤرة لمياه الصرف الصحي ممكن بسبب الرياح بسبب أشياء ثانية أن يتطاير هذا الفيروس من مياه الصرف الصحي القريب من الشخص السليم ويصيبه. أنا هذه النقطة لازلت أكررها. هذا الكلام لم للأسف لم تكن هناك دراسات منشورة عليه، ولكن هناك تقارير طبية مؤكدة في الميدان بالنسبة لوخان. بالنسبة لوخان بداية انتشار هذا الفيروس تم فحص مياه الصرف الصحي القريبة من سوق الأسماك والحيوانات البرية في وخان، وتم رصد كميات كبيرة من فيروس كورونا المستجد في هذه المياه. أوكي، هاي نقطة. نقطة ثانية، في تقرير طبي ظهر من هونغ كونغ هذا الكلام قبل شهرين بأنه إثبات إصابة سيدة لم تخرج من البيت فترة الشهر وليس 14 يوم وأصيبت بفيروس كورونا. بعد التحقق ثبت بأنه جارها الذي يسكن في الطابق الأعلى منها كان مصاب بكورونا، وجميع المؤشرات أثبتت أو تقول أنه احتمال كبير أن يكون انتقل إلها من بسبب مياه الصرف الصحي عن طريق الأنابيب اللي موجودة أو الوصلات اللي موجودة في الطوابق بسبب سوء توصيلها أو تسريبها لبعض الروائح أو بعض الماء على الحمام عندها في البيت. فهذه الأشياء إحنا أنا حطيت إلها 2 فيديوهات كيف إنه ممكن نتلاشى الصرف الماء الصرف الصحي بتغطية البلاعة بكيس مليء بالماء، ودائما نغطي نسكر الله يكرمكم الكابينيه والأشياء هذه. إن ثبت إنه صحيح إنه بينتقل من هذه فممكن إنه هذه طرق وقاية منه. طيب، وهذا الشيء كمان في الميدان عندنا، أنا في المجمع السكني اللي أنا بسكن فيه في ناس أصيبوا بهذا الفيروس مع إن صرنا عزل صحي فوق الشهر لم نخالط أي أحد، وكانت الإصابات تأتي إلينا في البيوت. فمن أين كانت تأتي؟ هنا السؤال، من أين كانت تأتي؟ فكان يتوجب علينا أن نفكر في هذه الطريقة، وأنا أعلنت عنها على أكثر من مرة، والآن أنا بشوف الدراسات طالعة صراحة، بس أنا هذا الكلام نوهت عليه بداية انتشار هذا الفيروس. نعم. دكتور، في سؤال من محمد علي بقول لك المدخنين شو وضعهم بالفيروس؟ هل بالضرورة انهم يموتوا ولا ليس لا اذا اصيبوا بهذا الفيروس؟ شوف، هناك انا شوف الدراسات بالنسبة لهذا الشأن، طبعا المدخن وغير المدخن ممكن ان يصاب بهذا الفيروس، لكن درجة الإصابة تكون اسرع او اسهل، هذا كله بيعتمد على المناعة. الدخان احنا بنعرف انه بقلل مناعة الجسم، الدخان بيأثر على أنسجة الرئة، لكن هناك دراسات يعني للأسف تشير بانه النيكوتين يساعد بالوقاية من الإصابة بالفيروس، وانا طبعا ضد هذا الشيء، او انا لن اروج لهذا الشيء، لانه النيكوتين هو اصلا سيء للأعصاب وسيء لجسم الإنسان. لكن بشكل عام المدخن وغير المدخن ما في فرق، إذا كان جهاز المناعة نفس الشيء ما في فرق بالنسبة للإصابة. طيب دكتور، إحنا طولنا عليك وبنشكرك كثير، بس بدنا نسألك آخر سؤال، ماذا ترى القادم؟ ماذا ترى القادم من خلال هذا النفق المظلم؟ القادم طبعا باختصار شديد، ما بعد كورونا أكيد لن يكون ما قبل كورونا بالنسبة للوضع العام. بالنسبة إلى الوباء وانتهائه، أنا لخصت هذا الشيء في أكثر من مرة، الفيروس هذا لم نقضي عليه تماما، تأكدوا تماما أنه لم يتم القضاء عليه تماما، سيبقى موجود معنا وسنتعايش معه كما نتعايش مع فيروسات أخرى. وأنا شبهت هذا الفيروس بفيروس الكبد الوبائي من نوع بي، وأعيد وأكرر لك، الفيروس فيروس كورونا أكيد راح يظهر له لقاح، خلينا نقول مش دواء فعال الآن، لكن ممكن أن يظهر له لقاح، وهذا اللقاح يتم تطويره كل سنة زي فيروس الإنفلونزا، لكن فيروس كورونا ليس زي فيروس الإنفلونزا. فيروس كورونا أنا شبهته في 3 أشياء، 3 أمراض، أعراضه تظهر كفيروس الإنفلونزا لكن بشكل حاد أكثر، تصرفه في الجسم عند إصابته للمريض يتصرف
شبيه جدا بفيروس الكبد الوبائي من النوع بي، اي احيانا بالنسبه لظهور الاجسام المضاده، بالنسبه لظهوره في اعراضه في الجسم، احيانا الناس حامله لهذا الفيروس لا تصيب الناس الاخرين، تماما كفيروس الكبد الوبائي النوع بي. والنقطه الاخيره الثالثه والاخيره، تجاوبه للادويه يتعامل او يشابه بشكل كبير فيروس الايدز من ناحيه تفاعله مع الادويه، يعني بعض الادويه في مرحله معينه تعطي نتائج فعاله لكن في مرحله اخرى لا تعطي نتائج فعاله، اي هو فيروس محتال ولعين، يعني يقاوم الادويه ويتخبى بين العصب بين الادويه، واحيانا يظهر واحيانا يتحسن ويتطور بسرعه، فبالتالي لا يجب ان نكون يعني على علم انه هذا الفيروس سيكون موجود وسنتطعم منه يعني نكون بطرق الوقايه ان شاء الله نكون في مامن منه ان شاء الله. طبعا في لي صديق اسمه محمد علي، بيعرف انا بحب الملوخيه دكتور علي، فبقول نعم نعم صح وعافيه. فبقول لي في نصيحه من الدكتور جمال بتناول عروق الملوخيه في الصباح والمساء لرفع المناعه والوقايه من هالفيروس، هل بتاكد هذه النصائح؟ انا صراحه ما يعني ما بقدر افتي فيها لاني مش طبيب غذاء، ولكن اي شيء بيقوي المناعه هذا مطلوب، سواء بالاكل سواء بالفيتامينز سواء بالرياضه بتنشيط الدوره الدمويه، النوم المبكر، هذا كل هذه الاشياء تقوي بجهاز المناعه، مش بس من كورونا، من الامراض كثير ومن البكتيريا والامراض اللي حوالينا. دكتور مرة ثانية باسم كنار تي في حابب أشكرك شكر جزير على تلبية الدعوة السريعة لتتكلم عن تجربة مدينة ووهان في التستنج اللي عملوه بطريق بميشن امبوسيبل، كانت طريقة سريعة جدا وطريقة إن شاء الله تكون مفيدة لباقي الدول إنه يحتذوا فيها. باسم جميع من يشاهدنا اليوم بنشكرك، ما بعرف إذا عندك أي شيء بتحب تحكيه في النهاية قبل ما نقول وداعا للجميع ويصبحون على خير. طبعا انتم صباح الخير عندكم. نعم شكرا لك دكتور جمال، وهذا انت كمان انت بتقوم بعمل جبار في نشر التوعيه ونشر طرق الوقايه في هذا الشيء في من مكانك في كندا، وهذا ايضا ليس بالعمل البسيط صدقني، لانه انت يجب ان تكون مطلع على جميع الاشياء خاصه في الميدان والابحاث والشغلات هذه، واحنا معكم قلوبنا معكم دائما، واي شيء بتحتاجونه في نقل التجربه من وخان في الاشياء التفصيليه انا مستعد، وان شاء الله بتمنى السلامه للجميع وجميع من يسمعنا ويشاهدنا وانتم ايضا والجميع ان شاء الله، وان شاء الله ازمه ويعني وتعدي وتستمر الحياه، يعني الحياه سوف تستمر ان شاء الله. بشكرك دكتور مرة ثانية، بشكر جميع من تابعنا، نراكم غدا إن شاء الله في حلقتين الساعة 7 والساعة 9، تصبحون على ألف خير.